خلونا ناخد معانا على التليفون سيادة النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب المصري. اهلا بيك يا سيادة النائب. اهلا فندم استاذ جو. ازاي الصحة؟ ازي صحتك فندم؟ كله تمام الحمد لله. تمام الحمد لله. طمنا بقى كده وقول لنا يعني في مجلس النواب شايفين ازاي هذه القرارات، ولو تدلنا بقى حاجه كده استباقيه على اللي هيجرى يوم الثلاث الجاي. بص يعني انا هقول لك حاجه بسيطه. اولا هذه القرارات واخد بالك عارف بقى لنا خلاص بقينا خبره ومتخصصين فيها. القرارات دي ما تجيش 1/10 من القرارات اللي كانت في 2016 في شهر 11/2016. وبالتالي الحكومه ادائها في هذه القرارات لا ما انا يعني واحده بس واحدة واحدة علي. القرارات دي أحسن من بتاعة 2016 ولا بتاعة 2016 أحسن؟ لا طبعا 2016 ده كان الإصلاح الاقتصادي، وقلنا في هذا التوقيت الاحتياطي بتاعنا يعني حاجة نص اللي موجود النهاردة، واخد بالك؟ فكانت القصة إيه مختلفة. أصل ولما أصل عومنا أصلك لخبطتني، قلت لي ما تجيش 1/10 من اللي يعني واخد بالك يعني إحنا في وضع أفضل. وضع أفضل بالظبط، أفضل بكتير طبعا. ماشي يعني انت احتياطيك النهارده معدي ال 40 مليار دولار. ايوه إيه حظنا ربنا يعني عارف حاسس بينا، فالجو اللي في الوقت الحالي الجو الشتاء اللي مش عايز يخلص ده مناسب جدا لزراعه القمح، وبالتالي أيوة. محصول القمح السنه دي هيبقى فيه على الاقل 10% زياده نتيجه الجو المناسب. لما النهارده الرئيس وجه ان تبدا العلاوات ابتداء من 1/4 هو دي حاجه جديده يعني خد بالك، ده ما اتعملتش قبل كده خد بالك. أيوة. لكن النهارده خد بالك كان المفروض العلاوات تبدا في 1/7، فكرنا بيها 3 شهور، والتبكير ال3 شهور ده برضو ايه مكلف لموازنه الدوله، بس طبعا بيمتص جزء كبير قوي من التضخم اللي جاي لنا مستورد من بره. حلو. فكل دي قرارات صائبه نتيجه ايه؟ نتيجه الخبره، احنا خبرتنا جت في الاصلاح الاقتصادي في 2016 زائد في جائحه كورونا، والثالثه اوكرانيا وروسيا. ايوه. يعني واخد بال حضرتك ايه؟ اول مره احنا عملناها بمزاجنا عشان نصلح الاتجاه ده. صحيح. والمرتين التانيين دي حاجات جايه غصب عننا. للاسف. الدوله المره دي نمرة 1 في الموازنة بتاعت 22-23 الدعم 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 اللي هو بالبلدي كده الأكل والشرب بتاع الناس. طيب ياسر بيه أنا عندي طلب. أيوة. طلب يعني أنا أقوله لحضرتك على الملأ وعلى الهواء، وأتمنى إن احنا كلنا نتبنى ده كنواب في المجلس، ويمكن دي أول مرة يعني اخلط ما بين المهمتين. انت معانا في المجلس. ما انا بقول انا اول مره في البرنامج اخلط ما بين المهمتين. انا بشوف ان انا هنا بشتغل مذيع بس. بس انا يعني هنصح نفسي واطلب من سياده النائب ياسر وكل ما نواب مجلس النواب زائد مجلس الشيوخ، احنا محتاجين ننزل دوائرنا نقعد مع الناس ونتكلم ونشرح ونفهم وباسهاب وبطولة بال، علشان أنا مش عاوز أسيب الساحة والشارع فاضي لشوية العيال الركش اللي بتاكل في دماغ الناس. اللي طمنك ليه؟ طمني. لو نفتكر قبل 2016 قبل 11/2016 كان الدولار وصل 20 جنيه و21 جنيه. حلو. وتم عمل التعويم اللي نقل الدولار الرسمي اللي كان بثلاث ثمانيات اللي هو 8 طلع على 13 وربع، واخد بالك؟ بالظبط كده. وايه وقعد يعلى بعد كده علي 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 لحد ما خبط 18 وكسور، وبعدين وبعد كده نزل. بدا ينزل لغايه ما استقر على 15 وكسور. صح. ده الكلام ده في 5 سنين. لو جيت انت في اخر شهر 12/2016 كانت الناس كلها زعلانه وبطلتم، لكن بعد 5 سنين وشفنا النتائج وشفنا الاستقرار اللي حصل في الدولار وانه قل وان الاسعار كانت قعدت بتاع 3-4 سنين شبه مستقره ما بتتغيرش، نسب التضخم عندنا كانت اقل نسب تضخم في العالم ما زادتش عن 4.5-5%. صح. فالكلام ده كله اللي اتعمل المره دي دوت
انت كل اللي حركناه بتاع 10-15% في تخفيض في قيمة الجنيه. جميل. هذا التخفيض واخد بالك اللي حصل في اول يوم ده نوع من المضاربات ولن يستقر الدولار على ذلك الدولار. الله ينور عليك. الله ينور عليك. دي بقى كلمة بمليون جنيه. ايوه. لا وان شاء الله كل اللي بيحاولوا يتاجروا في الدولار في هذا التوقيت هياخدوا المقلب التمام اللي 100% زي ما وصل 21 جنيه ونزل بعديها. فايه فاحنا بنقول لهم يعني راعوا ربنا في مصر ومفيش داعي للايه للمضاربات اللي ملهاش اي لازمه. الجنيه بتاعنا قيمته الحقيقيه هو ايه بالكتير 17 جنيه وربع ولا حاجه، الباقي ده كله مضاربات لا يزيد عن 15.5 لو احنا خدنا التقديرات بتاعه الوكالات الدوليه. لكن انا برضو لسه مصر قلت اولا ده بالنسبه لي يعني على راي الاستاذ طاهر طارق علام كلام من ذهب. ليه؟ لانه ايوه هو ده اللي هيحصل، الدولار هيبدا ينزل بشكل تدريجي وهيرجع على المستوى الطبيعي بتاعه، ده واحد وده 100%. والناس بعد كده هتغني ظلموه، اللي بيضربوا على سعر الدولار هيغني ظلموه وهيجري يبيع زي ما كان بيعمل في 2019 ويعيط بدل الدموع دم. بس انا لسه سيادة النائب برضو بقول لازم نواب المجلسين ننسق مع احزابنا وننزل دوائرنا بتوع القايمه وبتوع الفردي وحتى زملائنا المستقلين، احنا لازم نتكلم مع الناس. مش كل الناس بتقرا الجرايد، مش كل الناس تتابع كل ما يحدث عبر الشاشات، مش كل الناس قاعده بتبص على اليوتيوب. احنا لازم ننزل وزي ما كنا بنعمل في وقت الحملات الانتخابيه ونقعد مع الناس. لازم نقعد معاهم دلوقتي. اللي اطمنك ليه ان غالبيه النواب في دوائرهم الاسبوع ده، لان الاسبوع ده ما فيش جلسات طبعا. ايوه لسه الاسبوع الجاي باذن الله. وغالبيه النواب يعني يفهموا الناس الحقيقه اللي احنا شفناها بعينينا سنه 17 و18. يعني احنا ما بنتكلمش على التجربه ما جربناهاش، لا ده احنا جربنا اللي اشد منها. والاصلاح الاقتصادي اللي اتعمل في مصر، انا نفسي كنت في الصندوق ده الدولي من سنتين وبيشيدي وبهذه التجربه وفي البنك الدولي. فطبعا واخد بالك يعني الكلام ده احنا مش جداد فيه. الجديد النهارده اللي حصل ان الدوله بدل ما كانت تستنى 1/7 عشان تنزل العلاوات، لا قدمتها 1/4 3 اشهر بدري. 1/4 ده هو تصرف حميد من القياده السياسيه. صح طبعا. ومن الحكومه اللي عملوه. اللي بطمنك ليه واخد بالك ان جميع المؤشرات بتاعه الاقتصاد المصري بتؤكد انه عنده قدره على امتصاص الصدمات، والدليل ان احنا الوحيدين يمكن في العالم واحنا ودوله تاني اللي في جائحه كورونا حققنا معدلات نمو ايجابيه. صحيح. 4 دول على مستوى العالم. عشان انت عشان انت عملت اصلاح اقتصادي صح. نمره 1 في الاصلاح الاقتصادي كان حمايه الطبقات البسيطه زي ما حضرتك بتقول، محدود الدخل، وهو ده اللي الريس نبه بيه وهو ده اللي الحكومه في الموازنه نزلت بيه. يعني الموازنه بتاعت السنه دي تعتبرها ان دي موازنه حمايه محدود الدخل. لن نسمح ان في حد هنا في مصر محدود دخل يتاثر بالتضخم اللي جاي من بره. وباذن الله مش هيحصل على الاطلاق، يعني باذن يعني الله باذن الله. يعني انا بطمنك البلد قدها وقدود ان الامور هتعدي، وزي ما عدت في كورونا هتعدي في قصه اوكرانيا وروسيا دي. بس احنا نتمنى ان ربنا يسهل والقصه دي تنتهي قريب عشان ايه ما تطولش معانا. يا رب ربنا يصلح الاحوال. انا بشكرك جدا سياده النائب ياسر عمر وكيل لجنه الخطه والموازنه بمجلس النواب.